مساء الخير يا كابتن مساء احمد، الخير واهلا احمد، وسهلا بيك. وسعيد ان انا موجود معاك انت وفي كنت قناة واحد النادي. من اللي شارك في طبعا، صنع الانجاز ده. ومن خلال كلامك الانجازات اللي حصلت في القرن ال21، اعتقد انه اعجازيه لا اعتقد ان يعني اللي اتحقق ده ممكن يكفيك ان انت تبقى نادي القرن نادي القرن الجديد. ال21 صحيح صحيح، ان شاء الله. بس الاهلي ما بيكتفيش. لا، دي طبيعة متوارثة، يعني اي جيل بيسلم جيل، والناس كلها بتبقى حريصة على ان النادي الأهلي يكون دايما في الصدارة، وده عامل بعض الإحباط للناس، يعني لبعض الناس، يعني فبنقول للناس دي منافسة، ومنافسة شريفة ومنافسة مفتوحة. إذا كان النادي الأهلي بيبقى حريص إن هو دايما بيبقى في الصدارة، فده زي ما تقول جينات أيوة. موجودة في كل حد فينا اشتغل أو اتربى في النادي الأهلي، فهو بتبقى حاجات متوارثة بنسلمها لبعض.